السؤال ده سمعناه كتير قوي الفترة اللي فاتت بمناسبة السوبر ليج، وهو ليه احنا بنعامل توتنهام على ان هي توب تيم او على ان هي واحدة من الفرق الكبار الموجودين في اوروبا. انا مش جاي احكي قصة، هو سؤال الحلقة: هل توتنهام قادرة في المستقبل القريب اللي هو بنتكلم في 5 سنين 7 سنين بكتير جدا تكون واحدة فعلا من اقوى فرق الموجودة في انجلترا وكمان في اوروبا؟ امبارح توتنهام كانت على وشك ان هي تكسب بطوله ليها من كتير جدا. اخر بطوله توتنهام خدتها كانت 2008، وفي البريمير ليج بمسميات جديد من 1992 هما كسبوا بطولتين بس، والبطولتين كانوا الكاراباو كاب، او كان ساعتها يعني كان الكارلين كاب ايا كان مسماه، وكانت هي البطوله دي حتى ما كانش ولا دوري ولا حتى الكاس المهم الموجود في انجلترا. من كام يوم قبل نهائي بتاع الكاراباو كاب قدام مانشستر سيتي تمت اقاله جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام قبل اللقاء ضد جوارديولا، وكان في اخبار كده قاعده بتنزل، او مش اخبار، في حاجات بتنزل كده مكتوبه في السوشيال ميديا، وهي ازاي تقول مورينيو هو اللي قدر يكسب جوارديولا قبل كده في فاينل. فكلام كتير جدا وكانت الدنيا ملخبطه، ولكن اتكلمنا في حلقه عن مورينيو وعن اقاله مورينيو، وعلى اساس ان كمان دانيال ليفي شايف، او التشيرمان او الرئيس بتاع نادي توتنهام شايف ان مشهام مورينيو في حد ذاته مكسب اهم بكتير من المكسب اللي موجود في نهائي الكاراباو كاب. ده بسبب ان دانيال ليفي كان هيبقى مضطر انه يلبس مورينيو لفتره طويله كمان لو مورينيو قدر يكسب الماتش ده، لان ما كانش هيبقى ليه اي عين تماما يعرف يمشيه عشان ضغط الجمهور بعد ما هيكون المدرب ده جاب للفرقه البطوله الاولى من 2008. الفرقه اللي في تاريخها كله من اول ما البريمير ليج اتسمى بريمير ليج من 92 ما عرفوش ابدا يخلصوا في المركز الثالث او اعلى منه الا لما بوتشيتينو جه في 2014 2015. وهنا ممكن يكون مبرر ليه توتنهام بنعملها بفرقه كبيره، لان هي مؤخرا في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره كانت بتقدر تخلص في المركز الثالث الثاني الرابع، دي المراكز اللي كانت توتنهام بتخلص فيها. وطبعا في مركز ثاني نتكلم عليه دي ساعه لما كانت تشيلسي كسبان الدوري، كانت المنافسه مش بعيد خالص، فرق 7 نقط، فكانت توتنهام بتقدم مستوى محترم جدا. نفس الكلام في الموسم بتاع ليستر سيتي، فتوتنهام قدرت تحافظ على ده، مع كل ده كمان ان هم كمان قدروا يوصلوا نهائي تشامبيونز ليج بعد يعني مسيره ومشوار في تشامبيونز ليج كان يعني مليان مشاعر. يعني مبدئيا ماتش مانشستر سيتي الشهير والفار ومش الفار والجون اللي اتلغى والقصه دي، وبعدين ماتش اياكس كومباك غير عادي من لوكاس مورا، وبعدين ماتش نهائي قدام ليفربول اتظلم شويه بوتشيتينو في ماتش النهائي ضربه جزاء الدقيقه 1 بسبب كوره ساذجه جدا من سيسوكو، ماتش راح منه وراح من ايديه، كان ممكن يكسب ماتش عادي جدا لولا ان الجون جه بدري وان الماتش اتقلب تماما وبقت حساباته مختلفه. وتوتنهام من ساعه ما بوتشيتينو جه وهي فرقه محترمه جدا بتقدم كوره كويسه جدا. هل مركز تاني تالت رابع في الدوري وما تكسبش اي بطوله تانيه وتوصل نهائي تشامبيونز ليج، هل ده كافي ان يخليك انت فرقه كبيره ولا لا؟ حكايه انك تبقى فرقه توب في انجلترا بيتطلب منك حاجات كتير جدا، لان التوب في انجلترا هم 5 فرق. سيتي حديثا يعني هي فرقه الرابعه يعني، بس هم الاربع فرق المعروفين ارسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد هم التوب فور التقال بقالهم على الاقل 20 سنه اللي موجودين في الدوري الانجليزي. ساعات ده فوق ساعات ده تحت، بعد فيرجسون تلاقي مانشستر يونايتد تحت، ارسن فينجر لما مشي ارسنال دهورت شويه، تشيلسي ومورينيو وبعدين رجع تاني مورينيو وبعدين فرقه وبعدين كونتي فترات، وبعدين تشيلسي تلاقيها وقعت تاني النهارده تاني بتقوم مع توخيل. ليفربول اللي بقى لها سنين كتير جدا تاريخها عظيم، ولكن تلاقي الفتره الاخيره اخر 25 سنه او 27 سنه ليفربول مش متواجده تماما، غير في يمكن سنتين موجودين، سنه 2005 اللي كسبوا فيها تشامبيونز ليج، والسنه اللي كانوا يكسبوا فيها الدوري لغايه قبل الدوري ما يخلص بماتشين، ماتش تشيلسي والزحلقه بتاع جيرارد. غير كده ما لاقيش ليفربول غير رجعت من سنتين بان هي بتكسب تشامبيونز ليج وبعديها الدوري الانجليزي. عشان تتواجد وسط دول محتاج تكون بتقدم حاجه عشان تدخل وسط دول، فدايما انت حظك بيكون ان في حد من التوب واقع، فدايما انت بتخلص في مراكز مكانه، تلاقي تشيلسي واقعه شويه، يونايتد شويه، ليفربول شويه، ارسنال شويه، مش فارقه، المهم ان انت بتاخد في الاماكن دي ودايما بتقدم مستوى محترم جدا. الكوره محترمه جدا مع بوتشيتينو، بيقدموا كوره هجوميه حلوه جدا وفي نفس الوقت متحفظين جدا دفاعيا، فرقه ما تفهم لهاش ستايل لعب، يعني فرقه تشيلسي معروفه جدا ان هي فرقه دفاعيه جدا من زمان، مورينيو طبع عليها القصه دي، ويونايتد معروف ان هي فرقه هجوميه جدا، ليفربول معروف ان هي فرقه هجوميه جدا بس بالانس شويه، سيتي عشان الازدهار كله حصل مع بيب جوارديولا وقبل بيب، بس كان في قبل بيب كان وجود اجويرو كان بيدي حساسك دايما ان سيتي فرقه هجوميه جدا، فكل فرقه ليها ستايل شويه. توتنهام ما لهاش ستايل معين تعرف
تتكلم بيه او تتعامل عليه. ولكن بوتشيتينو ده اللي نقدر نقوله ان بوتشيتينو في اخر 5 سنين مع توتنهام قدر يحقق ويخلي الفرقه دي موجوده وسط التوب، وبتتسمى دلوقتي اتقلبت من توب 4 لتوب 6. ندخل في المهم لان هو ده سؤال الحلقه، يا ترى ايه اللي توتنهام تقدر تعمله في الفتره اللي جايه بعد ما شان مورينيو عشان الفرقه ترجع تاني لمكانها الطبيعي؟ مبدئيا عشان تبقى فرقه قويه موجوده في اوروبا محتاج عندك سكه من الاثنين، السكه السهله اللي بيمشي فيها معظم الانديه، وهي السكه بتاعت ان في مستثمر كبير جدا معاه فلوس كتير قوي بيروح يشتري النادي ده زي مانشستر سيتي وزي باريس سان جيرمان يعني مثالين موجودين معانا، وبتروح تجيب احسن مدرب موجود او مدرب كويس موجود وبتروح تشتري اكتر لعيبه ممكن تشتريها، وبيبقى ساعتها في ريسك وفي شويه حاجات ممكن تكون هتضرك شويه. اول حاجه لو انت نجحت بتنجح نجاح سريع جدا جدا جدا، بس الفشل بيجي سريع جدا جدا جدا، ودي حاجه لسه ما اتطبقتش على مانشستر سيتي بما ان باب جوارديولا مدرب من المدربين التقال جدا الموجودين في العالم، فهو عارف يحافظ على ده. باريس سان جيرمان عارفه تنجح في الدوري تمام، مع ان الدوري السنه دي صعب جدا وناقص خلاص 4 ماتشات وهم مش في المركز الاول، ولو الدوري راح منهم هتبقى مشكله كبيره جدا لان المفروض ده الدوري السهل والبطوله السهله اللي باريس سان جيرمان بتكسبها. ولكن مع كل ده باريس سان جيرمان في السنين اللي فاتت فشلت في الشامبيونز ليج فشل غير عادي، باستثناء الموسم اللي فات بعد ما وصلت النهائي وخسرت في النهائي 1-0 قدام بايرن ميونخ الفرقه السفاحه اللي كانت بتكسب اي حد. النهارده باريس سان جيرمان في السيمي فاينل الثاني بيتلعب مانشستر سيتي، الفرقتين بقى اللي بنتكلم عليهم بدون فلوس بيلعبوا هما الاثنين في السيمي فاينل، واحد فيهم هيعدي هيلاعب الكسبان من ريال مدريد وتشيلسي. فده بيحط لنا بقى سؤال، يا ترى الفرق اللي بتتعمل بفلوس تقدر بعد حتى ما تكسب لو باريس سان جيرمان كسبت او مانشستر سيتي كسبت؟ بعيد عن مانشستر سيتي، خلينا في باريس سان جيرمان الفرقه المفروض الهشه اكتر من مانشستر. مانشستر سيتي اتعمل لها كيان بكميه نجوم كتير جدا ومدرب قوي جدا، ولكن باريس سان جيرمان لو كسبت تشامبيونز ليج هل دي تكون بدايه ان باريس سان جيرمان تكون واحده من الفرق اللي كل سنه معروفه ان هي موجوده على الاقل في السيمي فاينل وبتكسب دوري وهي مرتاحه في فرنسا؟ كل السكتين اللي انت ممكن تستخدمهم عشان تكون نادي كبير موجود في اوروبا او موجود في البلد اللي انت فيها بالذات لو بلد كبيره زي انجلترا. هل توتنهام هتقدر تعمل ده؟ ما نعرفش، نمشي في سكه الفلوس لان مستثمر يجي بفلوس دي مش بتاعتنا، ولو جت خلاص ده موضوع ما فيهوش كلام وما فيهوش نقاش. ولكن الجزئيه الثانيه وهي بقى ان انت تبني نادي من الاول وجديد. يعني ايه تبني نادي من الاول وجديد؟ يعني انت محتاج تبدا تركز مع الاكاديميه، تكون على الاقل الاكاديميه بتدي لك كل سنه 2 لعيبه بتعرف تزودهم على السكواد، ولعيب بيبدا ياخد واحده واحده بيلعب في ماتشات الكاس يبدا يدخل زي شويه ما يونايتد موجوده، ودي حاجه بتساند يونايتد كتير جدا. لما تبص النهارده تلاقي ماكتوميني طالع من الناشئين، تلاقي راشو طالع من الناشئين، تلاقي ماجرين طالع من الناشئين، تلاقي بوجبا اصلا ناشئين بس طبعا اتباع، بس بنتكلم ان الناشئين بتطلع لعيبه تقيله جدا موجوده في النادي، فده بيساعد النادي في اوقات كتير جدا ان انت ما بتبقاش مضطر تشتري. يعني انت لو ما عندكش راشفورد وما عندكش جرينوود وما عندكش ماكتوميني هيبقى عندك نقص في مراكز اساسيه في الملعب، فهتضطر انك تروح تشتري اللعيبه دي. فبالتالي انك تكون مركز على الناشئين دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه وهي انك تكون جايب مدرب تبدا معاه بلان وخطه، يبدا يكون مدرب ده عنده طريقه لعب ستايل لعب بتلعب بيه، تبدا تروح انت تجيب دايركتور فوتبول او ايا كان، تروح تجيب اي حد عشان تبدا تخلق للنادي ده ايدنتيتي او تخلق للنادي دي طريقه لعب ونبدا نبني عليها القصه دي. تفشل سنه 2-3 تطلع بره التوب 4 تطلع بره التوب 6 تستحمل ده كله عشان النادي يكبر. طبعا في بقى نقطه مهمه جدا ونقطه جدليه جدا كل الناس بتتكلم فيها، وهي هاري كين وسون. الناس كلها شايفه ان بدايه مشروع توتنهام السنه الجايه موجود بهاري كين وسون، ولكن انا رايي عكس كده تماما. وطبعا لو رايك مختلف عن رايي اللي انا هقوله دلوقتي يا ريت تكتبه في الكومنتس عشان هشرح لكم انا وجهه نظري ان سون وكين هما بدايه ان مشروع توتنهام يبدا ان هما لازم يمشوا. النهارده وجود سون وكين في احسن احوالهم اذا كان الموسم ده او في مواسم ثانيه، طبعا هما دول احسن موسم ليهم قدموه مع مورينيو يعني، فالاثنين دول في احسن مواسمهم وتوتنهام برده ما حققتش حاجه وما وصلتش لحاجه، وقدموا مواسم كمان كويسه جدا مع بوتشيتينو وبرده الفرقه ما وصلتش لحاجه وما نجحتش في اي حاجه، مع انها كانت على وشك انها تكسب نهائي تشامبيونز ليج، ولكنك تبقى كونسيستنت او تكون ثابت في المستوى على مستوى الدوري وتكون بتحقق نتائج وبتكسب بطولات دي حاجه ما حصلتش مع سون وكين. فبالتالي وجودهم زي عدمه من حيث البطولات، بتكسب من وراهم اعلانات وحاجات دي موضوع ما يخصنيش، انا بتكلم في الكوره. وجود هاري كين وسون النهارده في توتنهام زي عدم وجود هاري كين وسون. الفرقه محتاجه تدعيمات كتير جدا، لوريس هيبطل، محتاج حارس مرمى، محتاج 2 مساكين على الاقل، واحد تقيل يبقى بيلعب واحد من الناس اللي كل الانديه الكبيره بتدور عليها ويلعب جنبيه داير ويطلع حد من الناشئين يبدا يطعم لغايه لما واحده واحده. محتاج باك رايت، الاثنين باك رايتس الموجودين طبعا مورينيو عنده مشكله بيروح يجيب لعيبه معينه كده هو بيحبها لكن هم لا يصلحوا لاي مدرب تاني زي دوهيرتي اللي راح
اشتراه. عندك اوريه تمام، عندك الناحيه الثانيه ريجيلون تعرف تبني عليه عادي جدا مفيش اي مشكله، نص ملعبك تبني على هويبرج عادي جدا مقدم موسم محترم قوي. دومبيلي اكيد مفيش كلام، محتاج لعيب رقم 10 100%، ده اللي قالي نايم خالص، الدنيا واقعه، لوسيلسو ما ينفعش خالص في المشروع ده، فمحتاج لعيب رقم 10. وهاري كين اللي بنسبه كبيره هيروح مانشستر سيتي يا مانشستر يونايتد يا ريال مدريد، هو بنسبه كبيره ماشي الصيف ده، فبالتالي انت هتكون محتاج مهاجم صريح، وبيل اكيد هيرجع ريال مدريد عادي جدا. وجود صن ولا مش وجود صن، انا رايي طالما تعرف تبيع الاثنين وتطلع منهم اكبر مبلغ فلوس وهم في عزهم دلوقتي يكون احسن بكتير. هاري كين قدامه بكتير 3 سنين عشان يبدا تلاقي المستوى بينزل تاني لتحت عشان سنه، عنده 28 سنه على 31 هيكون لسه بيلعب وهيكون مهاجم كويس، ولكن مش المهاجم اللي تبني عليه في فرقه ضعيفه زي فرقه توتنهام، تعرف تبني عليه في فرقه متكامله سهله، تكون فرقه اصلا بتروح على الجون مليون مره، فاكيد هاري كين هيكون مفيد، ولكن فرقه زي توتنهام مش هتعرف تقومها هاري كين كمان 3 سنين. فالنهارده هاري كين لو قعد معاك سنه كمان 29 دي تقلق اي حد هو بيشتريه، وتخوف اي حد بالذات ان هاري كين من اللعيبه اللي بتتصاب، فبالتالي انت هتكون محتاج انك تخلص من هاري كين وصن. هاري كين وصن هتطلع منهم اكبر فلوس ممكنه، وهتبدا تشتري تدعيمات في اماكن تانية كتير، وتبدا تبني الفرقه ما يكون من غير ما يكون فيها نجم كبير، من غير ما يكون فيها حد انت معتمد عليه لما يغيب، فرقه من شباب، طبعا من الشباب هتروح تشتري لعيبه كبيره، ولكن هاري كين بقى عمود في توتنهام لما تروح تجيب مهاجم حتى تقيل، يعني طبعا لو قدرت تبيع هاري كين وتروح تجيب هالاند تبقى عملت احسن صفقه في الدنيا، هالاند مش هيروح توتنهام، ولكن لو عرفت تجيب نفس الفكره كده انك تروح تجيب مهاجم تقيل جدا سنه صغير تكون بتنفست فيه او بتتعامل مع مهاجم لسه ممكن يديك على الاقل 7 8 سنين هيكون احسن بكتير، وتكون كسبت كتير قوي في ثمن هاري كين اللي كل الناس اكيد تتمنى ان هي تاخد. نفس الكلام ينطبق على سون طبعا 100%، وانك تروح تجيب وينجر مكان سون، لعيب مكان سون، طبعا سون من اللعيبه المميزه جدا، ودايما سون ده لما بشوفه بتخيل ان هو مع باب جوارديولا يبقى رائع، لو باب يعرف يبيع ستيرلينج ويجيب سون اكتر لعيب ديسيبليند عنده، يعني بيمشي على كلام المدرب، بيرجع يدافع، مذاكر كويس قوي ادواره ايه وبيعمل ايه، هجوميا غير عادي، فينشر غير عادي، فهو من اللعيبه اللي عندها الديسيبليند ده، فده من اللعيبه اللي لو محرز بقى يمين وسون بقى شمال هيبقى موضوع مخيف جدا في مانشستر سيتي اكتر ما هو مخيف. رايي عشان تبني المشروع ده محتاج تستغنى عن الاثنين عشان تبدا تبني المشروع على اساسه، عندك اثنين لعيبه في خلال سنتين ثلاثه مش هيبقى ليهم القيمه اللي هتعرف تجيب بيها فلوس، فمش هتعرف تدعم الفرقه، فهتقف عند الحته بتاعت احنا واقفين مش لاقيين حاجه نعملها. لولا ان برشلونه فاقت ورجعت كان نفس الكلام كنت بقوله على ميسي، يا جماعه عندك ميسي، طبعا ميسي حاجه من الحاجات اللي ما ينفعش تفرط فيها، ولكن عشان تقدر تستفيد بميسي كانت كل الناس عرض عليك كل الفلوس الممكنه. النهارده ميسي لو حب يمشي هيمشي ببلاش تماما، كنت ممكن من سنتين تمشيه بفلوس، وميسي طبعا بيفيدك وطبعا بيديك حته كبرشلونه، ولكن في الاخر انت ما كسبتش حاجه في وجود ميسي، بتكسب كاس، بتكسب حاجات ممكن كنت بمبلغ رهيب تروح تدعم الفرقه وتبدا على الاقل تعود نفسك على مرحله ما بعد ميسي. ميسي مش هيعيش العمر كله، ميسي شويه وهيختفي برضه، فانت مشيته هو اعتزل مش فارقه، هو في الحالتين هتيجي عليك وقت وهتلعب من غيره، فبالتالي لازم توتنهام بالذات كمان ان هي مش فرقه كبيره لازم تتعود على اللعب من غير هاري كين وسون لو هم ناويين يبنوا مشروع يخليهم جوه التوب 6. الحلقه عن توتنهام وعن افكاري عن ليه توتنهام مش لغايه دلوقتي هي مش فرقه كبيره، اللي عملها فرقه كبيره هو المشروع اللي عمله بوتشيتينو، المشروع اللي كان محترم جدا وكنت بحبه جدا جدا جدا. عندهم فرصه رهيبه دلوقتي ان هم خلاص الفرقه ما عليهاش اي بريشر، ما عليهاش اي ضغط، المدرب اللي موجود تقيل مشي، نشوف هيجيبوا مين، مين المدرب اللي ممكن يبنوا معاه مشروع، يا ريت يبنوا المشروع، لان كل ما بيبقى فرقه زي توتنهام والفرق اللي بتبقى موجوده ولاستر والفرق اللي بتقدم الكوره دي بتكون موجوده كل ما الدوري بيسخن اكتر واكتر والفرق بتزيد، فرقه اقوى موجوده في اوروبا بنشوفها في الشامبيونز ليج. دي كانت حلقه عن توتنهام وعن ايه اللي ممكن يحصل لتوتنهام في الفتره اللي جايه. لو عندك اي حاجه مختلفه عن رايي اكتبها في الكومنتس يا ريت، ولو موافق معايا على رايي يبقى تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان تخلي الحلقات توصل للناس اكتر واكتر. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه، سلام.